الله عليكم أن الركعة لا تدرك إلا بالركوع. طب يا شيخ ما حكم إذا أدركت الإمام وهو في التشهد الأخير؟ هل أدخل معه أم أنتظر جمعة أخرى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ يسأل عن كونه أتى متأخرا فوجد الإمام في التشهد، هل يدخل معه أم أن الجماعة لا تحتسب؟ أقول وبالله التوفيق ادخل معه في صلاته، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، من غير تعيين. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فهذا في المواقيت، بمعنى أن من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، والله أعلم.